السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نماذج مشرقة. حلقتنا النهاردة بعنوان بنت بصر. في الأول أحب بس يعني أول حاجة بسيطة كده أو معلومة بسيطة. بريطانيا تقريبا عدد سكانها تقريبا عدد سكان مصر، عدد الموظفين فيها أو العاملين في القطاع الحكومي يعني تقريبا مليون، في مصر 6 مليون. طب أنا ببدأ بالبداية دي ليه؟ البداية دي عشان أقول لكل الشباب مش لازم نستنى الشغل الحكومي. انا وانا عندي موهبه، عندي حاجه يعني انا بعرف اشتغلها او متميز فيها، ابدا اشتغل فيها، ما استناش ان انا اشتغل شغل حكومي او وظيفه حكوميه. طيب لو هي مثلا بنت او ست يعني عادي ممكن تمارس برضو الشغل اللي هي تقدر ان هي من خلاله تشتغل في مجال هي بتحبه. اللي بيشتغل في مجال بيحبه بيبدع فيه. احنا معانا النهارده ضيفه حبت شغلها وطورت نفسها وبدأت ان هي تشوف الشغل او كل حاجه متطوره وهي تجيب الحاجه المتطوره ديت وتشغل نفسها فيها. معانا الاستاذ ايمان الباز. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ايمان، نورتينا. اعزائي المشاهدين دايما كل سنه وانتم طيبين، دايما الفرحه عندنا، دايما كل جديد ان شاء الله. معانا النهارده نموذج للفرح. لو عندنا فرح يبقى ايمان الباز، عندنا اسبوع ايمان الباز، عندنا كتب كتاب يبقى ايمان الباز، عندنا عيد جواز يبقى امان الباز، عندنا كل شيء يدل على الفرحه. النموذج بتاعنا مشرق فعلا، فعلا بيدل على الفرحه. احنا رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل حاجه فيه جميله، كل حاجه فيه بتدل على الفرحه. عشان كده اول حلقاتنا في شهر المبارك كانت امان الباز اللي بتدل على كل حاجه جميله. ازيك يا استاذه ايمان؟ ازيك يا حبيبتي، نورتينا والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. النهارده عايزين نعرف الناس طبيعه شغلك ايه؟ بتشتغلي ايه؟ بتنظمي ازاي؟ بتعملي ايه في حياتك؟ طبعا بنظم ديكورات الافراح، بتجيلي العروسه والعريس، طبعا بقعد معاهم بشوف الفكره اللي هم عايزينها فبنفذها بطريقتهم، بس بنفذها بحط الفينش بتاعي يعني. جميل. بس بريح العروسه الالوان اللي هي عايزاها، العريس برضو الحاجه اللي هو عايزها، صحبات العروسه لو حبوا يجوا برضو يتكلموا. فبرضه بعمل لهم اللي هم عايزينه في الاخر. يعني انت مجالك بس في الافراح بس؟ لا طبعا، وفي شغل الهاند ميد، ديكور القاعات، الكوش، عيد ميلاد، تصميم الهدايا. حلو جدا. تصميم الهديه يعني ببقى في ناس كتير محتاره تودي الهديه ايه؟ فطبعا بيقول لي، فانا باخد الفكره منه، هي انت هتوديها لمين معين؟ فانا هفهم الفكره. يعني مثلا اخته بتناقشي معاه في مواصفات اللي رايح له الهديه؟ بتناقش. اصلا بتناقشي معايا مثلا سواء كانت حاجه، لاني انا اللي بصمم الهديه بنفسي يعني، انا اللي بعملها اصلا. يعني مش بتشتري حاجات وتركبيها على بعضيها؟ لا لا، لا انت بتصنعي الحاجه. انا اللي بصنعها. طيب حاجه جميله جدا. طب بس ده كده احنا قلنا افراح وقلنا هدايا وقلنا ما قلناش اسبوع. لا والسبوع كمان يعني بتبقى الام طبعا والده فما بتعرفش تعمل اي حاجه فبتتصل بيا طبعا فبتقولي انا عايزه سبوع، فانا بقى اعمل كل حاجه لها يعني، من ديكور للبس البيبي. الله. للسبوع يعني جميل. حتى ممكن انا ببقى معايا فريق عمل هم اللي بيعبوا السبوع وهم اللي بيعملوا كل حاجه طبعا باختياراتها يعني، بنتواصل واتساب وهي بتقعد تختار معايا عشان تبقى مرتاحه في الاول وفي الاخر. ممكن انا ما بروحش حاجات كتير في الاول، كنت بروح انا، دلوقتي طبعا عندي فريق عمل بنات بتروح علمتهم وكده، ولاني انا فاتحه طبعا في الشرقيه في مركز اولاد صقر، والفرع الثاني الحمد لله بعد سنتين فتحت في القاهره ما شاء الله. الحمد لله يعني. وطبعا بلدي في الاول وفي الاخر، ما اقدرش اسيب المحل خالص هناك، لان هم طبعا اللي خلوني ايمان الباز يعني. لا لا، هي مركزي، هي اللي هم اللي عملوا ايمان الباز. طيب اكيد كل مجال شغل او اي حاجه بقى فيها شغل بتلاقي فيها واحد واثنين وثلاثه وعشره، ما فيش واحد لوحده. طيب العدد ده او المنافسين دول اكيد بيكون لهم حافز، او هو وجودهم بيخلي عندك حافز ان انت تقدمي احسن حاجه عندك. طب ايه اللي يخلي مثلا العروسه او اللي مثلا عند اسبوع او عيد ميلاد او اي مناسبه سعيده، ايه اللي يخليه يروح لايمان الباز؟ يعني التعامل معه بيكون ازاي؟ او ايه اللي هيخلي، ايه الميزه اللي عندك ان هو يجي لايمان الباز يعمل عندها الشغل؟ عن نفسي الحمد لله هو التميز يعني، هو لازم اكون متميزه في شغلي. طبعا انا اول ما المشروع ده جه في بالي اصلا هو هوايه.
فطبعا الهوايه بتفرق لاني ببقى ابدع يعني بفكر كتير. فما أكيد الهواية أي حد بيشتغل في المجال وحب المجال أو هواية حباه جدا يعني. كان معانا الدكتور عبد الرحمن قبل كده برضه كان بيحب الشغل فبيقدم حاجة مميزة أكيد. حضرتك يعني واخداها عن هواية. أيوه أنا ما بدورش على الماديات قد ما بدور إني عايزة شغلي يطلع أحسن، يعني عايزة الشغل يطلع حلو. الزبون اللي جاي لي لو تعاملت معاه كويس هيقول لي قرايبه، هيبقى زي في إعلان، هيعمل لي إعلانات بعد كده. ممكن يكون غير التعامل يعني. هو مثلا انا مثلا لو عندي عيد ميلاد او اسبوع انا ممكن يكون في دماغي تصور لحاجه معينه، بس ممكن ما تبقاش كويسه الحاجه دي يعني، او انا متخيله عندي ان الحاجه دي كويسه. أيوة. طب لو جيت مثلا هو بيحكي لك انا عاوز اوصف الحاجه دي، او بيوصف لك انا عاوز الحاجه تكون بالشكل ده، انا في دماغي لقيت الحاجه دي اصلا ما هياش اللي هي الكواليتي او الشكل الاحسن، بتقنعيه او مثلا بتعملي حاجه اللي هو عايزها، تعملي ايه في التصرف ده لما يكون هو مثلا؟ بقنعه لان اللي جاي لي اصلا واثق فيا، يعني هو اللي جاي لي اصلا واثق فيا، فهيبقى واثق في شغلي اللي قبل كده، فهو جاي عليه، هو شافه قبل كده فجاي عليه، فبناء عن اي حاجه هقولها له هيبقى موافق بيها، لان انا عايزه الاحسن، انا عايزه اتشهر يعني لو هو عنده، فهطلع له حاجه الحلوه، فهو يبقى انا كل زبايني بصراحه بيجوا اعملي كل حاجه انت عايزاها. احنا معانا صور على الشاشه ممكن حضرتك تعلق عليها كده. دي ايه؟ ده طقم الكاسات بتاع يوم الخطوبه. جميل جدا، انا بعمله بايدي. دي هدايا قد وقعنا في الفخ. ده هديه قد وقعنا في الفخ. ده فرح خطوبه ولا لا؟ لا ده واحد عايز يودي هديه لخطيبته في شهر رمضان، بس مش عايز الحاجه التقليديه. لا بس وقعنا في الفخ. هو بيقول لها قد وقعت في الفخ يعني. الفخ ده فخ الخطوبه يعني. ايه الله. ده خطوبه هنا عندي في فيصل. دي كانت في البيت؟ في بيت. دي دكتوره. بقى ايه ده احنا عاملين كوشه في البيت. هي قالت لي انا عايزه اعمل في البيت لاني عايزه يبقى شغل هادي وكده يعني، فما ينفعش يعني التجمعات بره في قاعات وكده، فعملته في البيت. جميل جدا. الصوره اللي بعد راسها. غرفه دي عروسه. يوم الفرح. يوم الفرح دي جميله جدا. ده كده بقى العروسه تبقى في شغلها، في الميك اب بتاعها، ومش شايله هم حاجه، مش شايله هم الغرفه بتاعتها، دايما بتبقى عماله توصف اصحابها وتوصف مش عارف مين. لا انا كده اجيب ايمان البيز وانا تمام. برده دي خطوبه هاديه كده، بالونات كلها جميله جدا برده في البيت. ايه ده المحل بتاعك ولا ده افتتاح مول اللي انا فاتحه فيه، اللي انا فتحت فيه. بس انا اول ما رحت عملت المول ده رحت عملت له الافتتاح بتاعه الاول فعجبني، بعد كده فتحت فيه المكان. دي ايه؟ ده غرفه نوم كلها شموع. دي عيد جواز. عيد جواز. عيد جواز. طب ده جميل جدا، يعني كل المناسبات الحلوه. الفرحه كلها مع ايمان البازي. الجواز ماشي، اسبوع ماشي، كل حاجه ما شاء الله. ده عيد ميلاد طفل كان عنده سنه برضو في البيت. جميل جدا. ده البيت بيتحول اللون الازرق عشان الاضاءه الزرقاء. انا بقى اظبط الاضاءه بتاعه البيت بيساعدني اكتر. دي بنوته. دي بنت كان برضو اسبوع، كان عيد ميلاد، كان عيد ميلاد عندها سنه برضو. ما شاء الله. ده كده بس السقفه، امال الارضيات يعني؟ دي برضو عروسه. والزيتين بقى مبسوطين اهمت. بالفوط بعمل اشكال بالفوط. الموهبه ما بتقفش يعني على حاجه. لا انا حبيت يعني بحب كل مره اغير، يعني مش بحب اعمل كل مره زي كل مره، لا بحب اغير. كل عروسه يبقى عندها حاجه زي. ايوه يعني العروسه تيجي مثلا بتقولي انا عايزه اشوف اشكال كتيره، فببعت لها. ما هو مش هسمع كلامها اني هعمل لها زي دي بالظبط، ما انا عملتها خلاص. يبقى نغير يعني بقى فنفكر في حاجه جديده، فنغير بس. ماشي هعمل لك الفكره بس فيها تغيير. جميل جدا. طيب ايمان، الحاجات الحلوه اللي انت بتجيبيها دي الماتيريال بتاعها والخامه بتاعتها واسعارها والحاجات دي ايه؟ يعني حاجات غريبه. الماتيريال الخامات كلها مصريه طبعا. احنا عندنا في مصر اماكن فيها حاجات، لو اي بنت عايزه تشتغل وهي قاعده في البيت هتنزل الاماكن دي هتلاقي 100 حاجه تقدر تشتغلها. حلوه قوي. يعني طب الاسعار مش غاليه؟ اسعار رخيصه جدا. جايبه لنا حاجات هنا هنشوفها، حاجات هنتعلم الزينه بتاعت رمضان وازاي نغير شكل البيت. الاسعار بتاعتها مرتاحه بقى ولا عشان اغير لازم؟ لا مرتاحه طبعا. انت لما بتيجي تروحي تشتري الحاجه جاهزه بتبقى يعني ثمنها ثلاث مرات.
ثلاث اضعاف الحاجه. الطبيعي غير كده انت لما تيجي تعملي انت حاجتك في بيتك هتحسي بيها اكتر، هتبقي مبسوطه، انا اللي عامله البيت. أيوة بس احنا عاوزين حاجات سهله، حاجات سهله جدا بنعملها، مش لازم يكون الشخص ده. بص كل واحد ربنا مديله عقل طبعا، فممكن هو يستخدمه. احنا عايزين نشوف حاجه بسيطه اي حد يقدر يستخدمها، ومناسبة ان احنا في شهر رمضان. يعني احنا مثلا دايما بنعوز المفارش ونعوز كده. عندك الانتري مثلا، عايزه تشيلي كل المفارش اللي انت حطاها عليه، التل والحاجات اللي بتبقى محطوطه دي، فانت عايزه تغيري شهر رمضان، جو رمضان بقى والفرحه. تروحي تجيبي قماش رمضان مليان بقى في الحسين، في الازهر، في وسط البلد، في العتبه. يعني مثلا ممكن المتر يبقى بكام؟ انت بتروحي تجيبي المتر من اي بتاع قماش دلوقتي، مش موجود. جمله هيقول لك 25 جنيه ولا حاجه. 25 جنيه مش رخيص خالص، يعني مش غالي خالص. انا مش غالي خالص. في بقى ارخص، في ارخص انك كمان. بتنزلي وسط البلد بتجيبي حاجه رمضان كلها كده، ممكن تجيبي المتر ب 10 جنيه ب 15 جنيه على حسب المكان. المتر يعني. بس المتر حتى لو ب 25 المتر ده هيعمل معاكي مثلا مفرش كويس قوي، يعمل معاكي مخدتين. طب ما تورينا كده يا استاذه. يعني زي ده متر كده، ده متر انا جبته اهو. طبعا انا بخليه يقص لي الرسمه حلوة. وهو بيقص يعني مثلا ممكن اخد منه زيادات. الكاميرا معلش يعني الكاميرا يعني دي رسمه، دي رسمه وصناعه مصريه طبعا. الخامات دي احلى خامات هي في العالم، تعتبر خامات الخياميه دي عندنا في مصر، المصريين اللي بيعملوها. قماش الخيام تقصدي؟ هو ده زينه رمضان كده. احلى قماش طبعا، في اشكال كتير بقى، بس انا بختار ده يعني مناسب للمفارش، حتى رسمته كويس. ده حاجه زي فرنش او زي ده، حاجات كده بتتحط فيها. فبالمتر برضو يعني مثلا متر بكام؟ المتر ب 3 جنيه ب 2 جنيه ممكن. ده اسعار، ده اسعار كويسه جدا. انت بتروحي تجيب المفرش، تروحي تجيب المفرش مثلا ب 65 جنيه، ده اقل من متر، ده مش متر. انا بشتريه كده جاهز، انا هروح اشتريه مثلا ب 65، هيكلفك مثلا كله على بعضه لو جبتيه 25 جنيه بده. يعني شغله سهل، يعني شغله شغل سهل. انت مش عندك مكنه خياطه، عندك مسدس شمع. حلو قوي. هتجيبي المسدس الشمع طبعا وهتلزقي، وسهل جدا اهو. يعني بتيجي بس القط اللي هي الطروف كده. اصل احنا عندنا شهر رمضان شهر واحد، فالحاجه بتتحط ايه، مش لازم خياطه، مش لازم مش لازم يعني. خياطه احنا بنحطها كمنظر كبنحس يعني. طب ارفعي كده لو سمحت عشان الكاميرا. اتلزق بسهوله جدا، لزقته يعني. احنا نكمل كده ونكمل، وهيبقى كله مفرش، هيبقى شيك. طب انا عندي مثلا الترابيزه بتاعتي دايره، ماشي، انا احط عليها وقصي. طب مستطيله نفس الوضع برضو نفسها؟ ما هي دي مستطيله يعني. على حسب. طب طبعا ده مش متر، انا قصه من المتر. ايوه لسه كنت لسه يعني انا قصه من المتر كمان، وعامله منه مخدتين. ما هو مفيش اي حته هتترمي يعني. ده لو المفرش ده هو، لو الترابيزه قل المتر، طب وانا هضطر ان انا اقطع. انت بتقيس الترابيزه اللي عندك. ماشي، بس انا انت عندك القماشه فتقيس براحتك قبل ما تلعب فيها. ماشي، بس انا الترابيزه مثلا لو 70 سنتي، انا ما ينفعش اشتري 70 سنتي، هتجي مثلا متر. ما هو طب انا هيطلع مني 30 سنتي. 30 سنتي ده هيطلع معاك في ايه بقى؟ تستغلهم معاك حاجات زي كده. الله، شرشيب بقى. شفتي دي بقى؟ شوفي جميل جدا. ونفس الفكره برضو حطينا برضو اسمه فرانشا. الفرانشا برضو بمسدس شمع مكتوب صنع في مصر. دي طبعا يعني بقطعها كده، يعني بتبقى اصلا هي قبل ما تتقص اهي. وكده. وانا بجيبها، تجيب المقص واعمل دايره، فكلها اتعملت دايره، فبالهاش برضه ممكن اعملها دايره او مثلث براحتك. او براحتك. براحتك. انا بحب دي تبقى زي ستاره مثلا، تحط فوق الستاره عندك فهتبقى حلوه قوي. برضه عملت معايا كمان مخدتين. كل ده فشوف عملت معاكي في المتر قد ايه. في المتر يا عم المخده دلوقتي بتشتريها ب 25 جنيه ولا حاجه، فهي طلعت معاكي ايه. بس هي المخده اكيد فيها لسه هتحط فايبر. كيس الفايبر بتباع ب 17 جنيه. 17 جنيه يعني هو هيملى لك خمس مخدات. يا ما شاء الله. انا عايزه يعني انا ممكن ستات يعني. البيت او البنات اللي مش لاقيين شغل في رمضان يعملوا الشغلانه دي. ده جميله. وهم قاعدين في بيوتهم يعملوا، هيوزعوا على النت مش مخلي يعني. طب وكمان طب من هنا هسالك بقى يعني. انا في المقدمه قلت ان ما نستناش، قلت للشباب ما يستناش الشغل الحكومي لا. طب لو في شغل مثلا متاح خاص مثلا اشتغل. طب ممكن مثلا بنات مش عاوزه تشتغل في البيت،
شغل البيت سهل. تقولي لهم ايه؟ او شغل البيت سهل او لسه مستني الوظيفه؟ لا قاعد مستني الوظيفه. لو هو حتى مش في الشغل ده بس، لا انا يعني رسالتك لاي واحده مثلا قاعده في البيت ما بتشتغلش، لا او لاي شاب بس هو مستني، لا يعني يقول لك مثلا انا خريج حاجه، لا انا عاوز اشتغل في مجالي بس سوق العمل مش متاح، افضل قاعد في البيت بقى لما يبقى الوظيفه. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه حد يقعد في البيت ومستني الوظيفه. الدول اللي بره بتيجي تنجح هنا ليه؟ عشان بيشتغلوا. السوريين اللي بيبقوا واقفين في الشوارع وولاد زي القمر وبيبيعوا وبيشتغلوا، احنا ليه ما نعملش زيهم؟ انا كبنت مش بتكسف اشتغل. لا انت انا 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 ببقى فخوره وانا شغاله. جميل جدا. ولما حد يقول لي انت بمليون راجل وانت مش بزعل، انا بتبسط. لا ازاي ده؟ لما حد يقول لي مثلا ده اولادك لما يكبروا هيبقوا فخورين بام بتشتغل عشانهم وكده، ببقى مبسوط. ما ماشي شغلي يعني. في الاول دخلت في مشاكل كتير، يعني ده سؤالنا دلوقتي، ايه المشاكل اللي قابلتك؟ مشاكل كتير، بس المشاكل هو لازم اي حد عنده مشاكل طبيعي. بس لازم انا مش افكر فيها، يعني ابص لمستقبلي. انا ببص لمستقبل الولاد، عندي طفلين فببص لمستقبلهم، وفي نفس الوقت يبقوا فخورين بامهم، اللي هي بقت انا عملت كيان، انا عايزه اعمل كيان. يعني من 3 سنين كانت ممكن كنت واقفه ما بشتغلش، بس عندي الهوايه الشغل ده. فجت لي فكره، جت لي فكره، انا ليه اقعد؟ انا ليه ما اشتغلش؟ انا ليه ما ابتدي شغل بسيط الاول؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو لما الواحد بيبقى قاصد الرزق اصلا فبيقف معاه. ايوه فعلا، لما بتكوني فعلا بتجتهدي ربنا بيقف معاكي جدا. وغير كده كمان لقيت امي هي اللي وقفت معايا، يعني بعد موت بابا الله يرحمه. الله يرحمه. فماما دي اتحط تحتها كل الامهات الف تحيه لماما دي. يعني بناخد من كلامك ان ما نستناش شغل. لا ما نستناش. انا في عندي موهبه او عندي حاجه اعرف اشتغل فيها اشتغل، انا مش لازم المجال بتاعي اشتغل فيه. هو اساسا يعني مش عاوز بس اقول ان احنا او الخريجين بتوعنا او عدد الخريجين ما بيتناسبش مع سوق العمل. لا احنا يمكن احنا الشغل عندنا هنا، او كان الاول سوق العمل مثلا خريج مثلا تجاره تلاقي مثلا في 100,000 خريج تجاره، وسوق العمل محتاج 30,000. لا طب ما انا اطور نفسي، انا اعرف يعني في حاجه انا بحبها اشتغل فيها، يعني ما افضلش واقف مستني. لا انا عاوز الشغل المجال بتاعي، انا لو المجال بتاعي لو انا بحبه هشتغل واتميز. طب انا في بعيد عن التخصص بتاعي وبعيد عن الحاجه اللي انا واخدها، في عندي شغل انا بحبه موهبة. انمي الشغله ديت يعني. وما عندنا مثال اهوت، اكيد ده مش تخصص يعني، مش دراسه، ده هوايه في الاساس. هوايه بس برضو بقعد ادرس مع نفسي واذاكر. والله بذاكر يعني، بقعد اجيب واذاكر واخطط. ايه المشكله؟ بس الموهبه لازم تكون موجوده، وربنا سبحانه وتعالى بيبقى خالق كل واحد بموهبه جواه. اكيد يعني. فبس اللي بيبقى مطنشها برافو عليك، مطنشها كل واحد فينا فعلا عنده موهبه. انا عندي موهبه بعرف استغلها انميها هكون حاجه كويسه. طب انا ما عنديش، ما فيش حاجه اسمها انا ما عنديش. لا ما عنديش، كل واحد عنده. اما ربنا خلقنا ليه مختلفين؟ انت عندك موهبتك في حاجتك. انا عندي موهبتي بعرف ان انا ارسم، انا عندي موهبتي بعرف اغني، انا عندي موهبتي ان انا اعرف اقص. ما حدش يقعد يا جماعه يستنى الوظيفه، ما حدش يقعد يستنى الشغل يخبط عليه ويقول له افتح لي الباب لو سمحت. لا انزل اشتغل، شوف موهبتك. سيبنا من التكبر، سيبنا من ان انا لا ده انا لازم اشتغل رئيس وزراء، لا انا مش عارف ايه. ابدا صغير وانت هتكبر، ما فيش حد بيفضل صغير دايما. في الصين مليار و300 مليون تقريبا، يعني مفيش واحد فيها ما بيشتغلش. عندهم أيوة. هناك عندهم الفايده هناك صفر او ساعات بتكون بالسالب. يعني صفر او السالب، لو انا مثلا عندي 1000 جنيه حطيته في البنك فايده صفر، يعني لما اروح اسحب ال 1000 جنيه هاخده مثلا 900 جنيه. ده عشان ايه؟ ده عشان انا اشتغل. الفكره ان انا مثلا عندي فلوس كده وارتاح. كان فكر ان انا عندي فلوس مثلا ما عادش عايز اشتغل. لا يعني كياني في الشغل، انا بحقق نفسي في الشغل يعني. طيب احنا طبعا عندنا حظر وعندنا ازمه وطننا الغالي بيمر بيها والعالم كله، ويا رب تعدي على خير ان شاء الله، ونامل من كده بدعواتنا في رمضان الكريم ان شاء الله. طيب كورونا بقى والازمه اللي احنا فيها والفيروس ده ما أثرش عليكي؟ ما أثرش الحظر طبعا، ما فيش قاعات، ما فيش كوشة، ما فيش يعني أثر ولا ما أثرش على شغلك؟ وعملتي إيه؟
ما قصرش. معقول؟ ما قصرش. لا الشغل نفسه ما قصرش، بس لا ما قصرش، بس المناسبات اكيد قلت طبيعي. قلت بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيقطع حاجه يعني، بوصل حاجه. بس في ناس كتير بتطلب مني شغل رمضان. حلو قوي. الاوردرات انا اصلا رمضان ببقى عندي زحمه قوي في الشغل، اللي بيطلبوا مفارش وبيطلبوا حاجات ولبس العيد. بعمل لبس العيد كمان. احنا كده خفينا عليكي وعلمنا الناس بقى تعمل مفارش ازاي. عادي مش مشكله. انا اصلا يعني عايزه بعمل مسابقات للبنات، وبجيب بنات اعلمها باذن الله. كويس. بعد يعني في دورات انت ممكن تعمليها ان شاء الله. البنات اللي عندها موهبه وعايزه تنميها لمجرد بس انها عايزه حد يحطها على اول الطريق، ان شاء الله تاخد دورات معاكي. مش حته ان انا اعلم حد يبقى رزقي هيتاخد مني. مصر دي عامله زي التورتايه الكبيره، لو خدت حته منها لسه كبيره برضه، لسه الباقي. فمش شرط عندي اعلم حد، ده بالعكس انا هاخد صواب اني اعلم حد ويرزق من بعدي. ما شاء الله عليك والله، دي دماغي دي. لا بجد والله انا نفسي اعلم كل بنت. طب يعني نفسها فعلا تتعلم. طيب الكلمه الاخيره بقى توجهي مثلا شكر لمين، او من واقف جنبك، مين اللي بتتمني مثلا ان هو تشوفيه يكون زيك مثلا، او رساله لاولادك؟ انا طبعا الشكر الوحيد في الدنيا، ما حدش عمل لي اي حاجه في الدنيا قد امي. ربنا يخليها لك. يعني هي اللي الحاجه الحلوه، هي الكتله كده اللي بتطلع الحاجات الحلوه. أم الام في اي بيت؟ لا بجد اصلا انا بنت وحيده اصلا، فهي معايا في كل حاجه. انا بحس ان هي بتبقى تعبانه عليا اكتر من نفسي. ما طبعا، فانا بشكرها طبعا، وقفت معايا في حاجات كتير قوي. نشكر، نوجه تحيه كبيره جدا لماما الحاجه ماما ايمان الباز، حضرتك تاج فوق راسنا، حضرتك شرفتينا وربيتي نموذج مشرق مشرف. فعلا احنا دلوقتي بنعلم الشباب ازاي يكونوا ايمان الباز، ازاي يكونوا نماذج فعلا مشرقه ومشرفه. ده من شغل ايديكي. شكرا ليكم، واستنونا ان شاء الله الاربع اللي جاي في نفس الميعاد مع نماذج مشرقه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.